السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في الموجز الرياضي. اختتمت يوم أمس منافسة دور المجموعات بدوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية لكرة قدم الصالات في نسختها الرابعة والأولى لذوي الإعاقة، حيث تأهل لدور 16 عن المجموعة السابعة كل من مركز شباب الزلاق ومركز شباب النعيم، فيما صعد للدور ذاته بالمجموعة الثامنة كل من مركز شباب سلمباد ومركز شباب الحورة والقضيبية. وقد شهدت منافسات الدوري حضور محافظ محافظة العاصمة سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة والسيد يونس سلمان مدير إدارة الإذاعة بوزارة شؤون الإعلام والإعلامي ناصر محمد. طبعا احنا دائما نعيد هذه التجمعات خصوصا انها تزيد من النسيج الوطني، خصوصا ان المباريات بين المناطق المختلفه تخلق الصداقات والتعارف وتقرب وجهات النظر، وبالعكس هذه ما تعودنا عليه في البحرين، واحنا دائما في محافظه العاصمه نقوم بهذه الدورات، وابتدينا ايضا في السابق ببطوله لمراكز شباب في محافظه العاصمه، لكن ما شاء الله الان الشيخ خالد احتضن المحافظات كلها. طبعا احنا سعداء بشوفه هذه البطوله واللي بدات تدخل عامها الرابع وتحتوي او تحتضن العديد من المراكز الشبابيه اللي غير مشاركة في أنشطة الاتحاد، فهذه فرصة لإثبات الوجود ما بين المراكز الشبابية للتنافس الأخوي الشريف. والله الفريق دش بشكل متوتر، ما دخلنا بالمستوى المعتاد من فريقنا، يعني ما بين مستوى الأسبوع اللي فات ضد حامل لقب الزلاق إلى اليوم المستوى يعني ما بنقول سيء، بس كنا نقدر نقدم أفضل.